عسلامة. السلامة، كيف حالك؟ الحمد لله. انت لاباس؟ احنا بخير الحمد لله، الجو كويس. شو حوالكم انتم؟ باهية الحمد لله. تونس سمحة، فتونس دولة كويسة باهية. حافظوا على بلادكم، بلاد كويسة نظيفة. الله يكون معاكم ان شاء الله بالعون. يعيشك ربي فضلك. عرفنا عليك. انا اسمي موسى، جاي من النيجر، تو لي اسبوع في تونس، نسكن في حي النصر. جاي لنتعالج الحمد لله ونرجع للنيجر ان شاء الله. اول مره زياره ليك لتونس؟ ثاني مره جاي لي في تونس. جيت المره الفايته 2020، تو رجعت ان شاء الله. ثاني زياره لي في تونس. شنو انطباعك على تونس؟ والله انا حبيت تونس، حبيت الشعب التونسي. الشعب التونسي شعب وايع وشعب متثقف وشعب يحب الحضاره، والحمد لله نحن هنا بخير. تونس ثاني بلد لينا ان شاء الله بعد النيجر. ايه، بين النيجر وتونس اكيد فما اختلاف. لا، ما فيش في اختلاف شويه، لان تونس متحضره. حضاره تونس وحضاره النيجر مش واحد. تونس فيها برشا عرب، النيجر العرب اغليه هناك. ايه، حتى في طريقه العيش، عاديه تقاليد. لا، تقاليد والعيش، لا تعرفي تقاليدنا احنا وتقاليد الحياه. لا، نفس تقاليد شويه، الا في اختلاف. انتم تبارك، انتم احسن منا في الدراسه وفي التعليم وفي الصحه. نحن تو ما عندنا ناس، اللي بيتعالج فرضا يجي لتونس يتعالج في تونس. ايه، علاج عندكم انتم احسن منا، نحن بلادنا احسن انتم منا في العلاج، وانتم شعب متحضر الحمد لله. هذا اللي خليك جيت باش تتعالج في تونس؟ نحن كل نص الجالية النيجيرية تعالج في تونس، لان نحن وتونس ما بينا تأشيرة الحمد لله. معاملة النيجر وتونس بينها معاملة كويس، يعاملونا احسن معاملة ان شاء الله. قطاع الصحة في النيجر كيفاش؟ والله زي في كل مكان، زي هنا زي كل مكان، لكن الا احسن انتم منا في التكنولوجيا. عندكم الجهازات جداد، نحن ما عندناش. عندكم طب، عندكم اختصاصيين، نحن ما عندنا اختصاصيين. تو النيجر يجي اختصاصي بالصيف تحصل لي 20 اختصاصي، ما زي كيف تونس الحمد لله. كل مصحة فيها اختصاصي، متخرج من ايطاليا، متخرج من الحمد لله. الحمد لله. اللغة الرسمية في النيجر؟ لا، اللغة الرسمية اللي يتكلموا بها الجميع هي اللغة الفرنسية، لأن النيجر مستعمرة من فرنسا. ايه، زينا زيكم انتم، لا انتم احسن منا، انتم تستعملوا العربية الحمد لله. حتى نحن نتكلم هناك في العرب في النيجر الحمد لله. رئيس النيجر تو يدعى محمد بازوم، عربي من العرب. ايه، كيفاش تعلمت من العربي؟ انا عربي الحمد لله، انا عربي اجدادي. بالنسبه للقليله من العرب الموجودين في النيجر الحمد لله. ايه، النيجر فيها العرب الحمد لله، ويسكنون في منطقه تسمى بمنطقه طاسره الحمد لله، وهم قبائل معده ان شاء الله، وعندهم شيوخ وعندهم سلاطين الحمد لله، متحضرين يا جماعه. نسبة قليلة موجودة من العرب في النيجر؟ نسبة قليلة موجودة، ولكن الحمد لله العرب في النيجر الحمد لله. ليش النسبة هذه؟ لا، 1% أقول لي. إيه، 1%، ليسوا كثيرين العرب. والبقية؟ والبقية في هوسة، في توارق، في زرمة، في قبية معدد قبائل كثيرة الحمد لله، في قبية الفلان، في قبيلة كثيرة الحمد لله. يتكلموا اللغة الفرنسية؟ يتكلموا كلهم الحمد لله، النيجر كلهم يتكلموا لغة فرنسية. الحمد لله، اللغة الرسمية اللغة الفرنسية. لهجة ولا لغة أنت قلت لي عليها؟ لا، في لغة الهوسة، يقولون لغة الهوسة يتكلمون بها. شنو هي هذه بالضبط؟ الهوسة، أنت ما تعرفيهاش؟ فيها، ما نعرفش، عرفني بها. كنا لا هي دامة الحمد لله، كنا لا هي، يعني كيف حالك؟ الحمد لله يعني بخير. لا، اللغة هوسة، بس لغة هوسة. في نيجيريا وفي النيجر كلهم يستعملوها. إيه. في التواصل مع العبيد ما لقيتش مشكلة يعني. لا، الحمد لله انا ما لقيت مشكلة الحمد لله، انا عربي ما لقيت مشكلة في تونس. لم ارى شيء يزعجني في تونس الحمد لله. رأيتهم يقولون ان تونس دولة عنصرية، ولا لا لا، دولة ما عندها، دولة كويسة الحمد لله بخير مع الفارقة كلها. يعني بالطبيعة اللي قالوا ان تونس دولة عنصرية، شنو لقيت؟ لا لا لا، انا لم ارى العنصرية في تونس دولة الحمد لله، لم أرى العنصرية. رأيت شعب كويس الحمد لله، الله يكمل لي وليكم بالخير. شكرا شكرا مدام.